مساء الخير يا جماعة، دي أول حلقة في ستيفلرز رياكشن على هوم سينما. هيبقى الفيلم الضيف، الفيلم بمديرة أحمد مالك، شريف رضا، خالد الصاوي، جميلة عوض، وفي بعض ضيوف الشرف زي ماجد الكدواني ومحمد ممدوح. ف التريلر نزل، كان تيزر مش تريلر، كان نزل من تقريبا من أسبوعين، والتريلر بتاع فيلم الضيف نزل تقريبا من 3 أيام، والنهاردة هنعمله تريلر رياكشن معاكم. اتمنى التريلر بصراحه يعجبني، مش عارف ممكن انتظر ايه من التريلر. بين بعض الاسامي انا بصراحه بحب احمد مالك، بحب شيرين رضا جدا، وبحب خالد الصاوي جدا، فمفروض يعني يطلع فيلم كويس. التيزر ما شدنيش قوي بصراحه، فهشوف التريلر دلوقتي معاكم وهشوف اول انطباع ليا في التريلر. يلا بينا. أنا الدكتور يحيى حسين التجاني، كاتب ومفكر. منين الدولة معينة لك حراسة؟ ومنين ولا مؤاخذة مرمطاك في المحاكم؟ وكلهم بيقولوا إنك ولا مؤاخذة بتزدري الإسلام. شرف كبير لي إن أكون معاك الليلة يا دكتور. بعد 12 كتاب ومجلد. تسمح لي آخد نظرة عن الكتب يا دكتور؟ ما بيتبسش من واحدة قدهم على أمريكا، على الزقازيق، على قم فأنزر. أنا مش الشخص اللي أنت فاكرينه خالص، بس أنا هتحقق. الحضارة الإسلامية قدمت علماء غيروا شكل الإنسانية. من إمتى الدين كان كنيسة وجامع؟ وليه ما يكونش عشان هو صح؟ علشان ده الدين. بعد 30 سنة من محاولتي تنوير عقول الناس والإصلاح الديني، دي حيرة، وربنا يستر إنه ما يبقاش فصام. أعترف إن أنا فشلت. الواد ده لا بيحب فريدة ولا نيلة، الواد ده بيحبك أنت. أنا نفسي تخلي بالك، وبسحب كل ما كتبت وكل ما قلت وكل ما أسعدت. مش عارف، أنت انطباعاتي الأولى بتاعت الفيلم بصراحة، يعني اولا التريلر ما فهمتش منه اي حاجه، غير ان خالد الصاوي مش عارف هو تقريبا مقتبس الكوسبلاي بتاع ابراهيم عيسى، ده تقريبا تاني تعامل ابراهيم عيسى مع اي برودكشن بعد مولانا، وبصراحه فيلم مولانا ما عجبنيش قوي. واللي مستغربه فعلا ان الميوزك، الموسيقى بتاعت الفيلم هشام نزيه، واصلا الموسيقى اصلا مسروقه من فيلم، من التريلر بتاع فيلم مون لايت بتاع باري جينكنز. مش عارف موسيقى هشام نزيه ازاي. ما عجبنيش قوي التريلر بصراحه، حاسس ان الفيلم ممل شويه. هو مش عارف، هو تقريبا الفيلم بيدور في بيت بس، حاسه ممل بصراحه. مش الفيلم ده اللي هيشدني قوي بصراحه. مش عارف اذا كان ممكن ابقى اتفرج عليه واعمله برضو موفي ريفيو ولا لا، بس مش الفيديو بصراحه مش مشجع خالص. وكان كسب في اودينس اوورد الفيلم ده في فيلم فيستيفال في 2018. بس مش عارف بصراحه، هشوف يعني. ممكن ابقى اتفرج عليه واعمله، ممكن ابقى اعمله موفي ريفيو، بس بصراحه التريلر ما يشجعش خالص. هو الفيلم معروض حاليا في السينمات، مش عارف بصراحه ممكن اتفرج عليه ولا لا يعني. بس ده دي نهايه الحلقه بتاعت التريلر رياكشن، اول تريلر رياكشن لهوم سينما. في اول تريلر رياكشن لهوم سينما كان لفيلم الضيف، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريب. باي باي.